في عصر القديم جينا إلى هذه المدينة، مدينة الصخور القديمة. من ضمن إحدى أقسام هذه المدينة اللي هو آرت جاليري، اللي هو المعرض الفن عند الإنسان أيام زمان عصور ما قبل التاريخ. سندخل الآن ونطلعكم على ماذا يوجد في آرت جاليري. كما تشاهدون هنا مجموعة من الأشياء التي تخلد ذكرى هؤلاء الذين سكنوا هذا المكان منذ زمن عصور القديمة. طبعا هذه مدينة تحت الأرض. كانوا يصنعون أشياء كثيرة، سروج خيل وجرار وأشياء كثيرة. نحن الآن في هذا المكان العجيب تحت الأرض، شوفوا كيف منظر، سبحان الله يا الله. اللي يطلعنا جدا الحين لا إله إلا سبحانك بدون مبارك. آرت جاليري كان لديهم فنون أيضا. كانوا يصنعون أشياء كثيرة في هذا المكان تحت الأرض. كانوا يصنعون تحت الأرض أشياء كثيرة. شوفوا كيف كان يعني الإنسان الأول يعيش تحت الأرض. طبعا الأجواء هنا باردة، نحن في الكهوف. بسم الله الرحمن الرحيم. دهاليز وأشياء كثيرة. بالفعل نحن في شتى أنحاء العالم نزور مثل هذه المناطق العجيبة الغريبة. شوفوا هنا مثلا كانوا يصنعون جرار فخاريات. دمتم في رعاية الله. يا الله استمتعنا في هذا الفيديو. تابعونا فيديوهات جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي عن الصقر، مدن تحت الأرض كابادوكيا.